وقبيلة عطيتو شو جبتكم تصريح؟ طيب ماشي مشكل. تفضل. اليوم هذه المحطة الخامسة من محطات المؤتمرات الجهوية للحزب من بعد مؤتمر بني ملال والعيون والداخلة وقلمين. اليوم عندنا المحطة ديال مؤتمر الرباط وغدا عندنا المحطة ديال مؤتمر فاس. هذا مسار ديال إعادة وتجديد الهياكل ديال الحزب على المستوى الجهوي وهي محكومة برهان سياسي أن إعادة الانطلاقة ديال الحزب بهدف تقوية مكانته وموقعه في الدفاع عن القضايا ديال المواطنين. كاين رهان سياسي، بلادنا كتواجه تحديات خارجية وداخلية تنموية اللي الجميع معني أنه ينخرط في مواجهة هذه التحديات ويواصل القيام بالدور ديالو في خدمة الوطن والمواطن. شكرا. الموقف ديالك في إسبانيا؟ أعتقد التطور الأخير في العلاقات المغربية الإسبانية تطور كيعكس أولا الصوابية ديال النهج الدبلوماسي الذي انخرطت فيه بلادنا بقيادة جلالة الملك. كان سياسة حزم ووضوح اللي الحمد لله طيلة سنة من أبريل من السنة الماضية إلى الآن اللي أعطت في نهاية المطاف إنصاف بلادنا وأعطت موقف إسباني جديد يأخذ بعين الاعتبار الوحدة الترابية للمغرب، وهذا واحد شيء كنا كنطالبوا به والحمد لله تأكدت صوابيته، وهذا واحد الاختيار اللي الآن نحن معنيون ب مواصلة هذا النهج لتوسيع وتعزيز دائرة الداعمين لبلدنا، وأيضا وهذا واحد المسألة جد مهمة تقدير انتصار صوت العقل في إسبانيا، وفي نفس الوقت هذه رسالة لخصوم الوحدة الترابية أن يتوقفوا على الرهان على يعني واحد الفرص خاسرة. يعني هما الان يهدرون وقتهم وطاقتهم وقدراتهم في التشويش على بلدنا، وهذا التشويش لا يحقق اهدافه، وما حصل في العلاقه مع اسبانيا اكبر دليل على ان خصوم الوحده الترابيه ان لهم ان يقفوا وقفه مراجعه لمسارهم حتى ننخرط من جديد في بناء وحده مغاربيه يعني تنسجم وتطلعات الشعبين المغربي والجزائري. لا تنسوش تتابعونا في قناة اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديدة. ديروا شير الفيديو وبارتجوا الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.